هل إذا مات شخص صالح ولي هل ينفع أو يضر بعد موته؟ لا ينفع ولا يضر يقينا، فالذي يكشف الضر هو الله، وإن يمسسك الله بخير فلا راد لفضله. الآيات: فالأموات لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا، ولقد قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فشرك بالله أن تدعو غير الله من الأموات وتتوسل بهم، والله أعلم.